بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال. نعم، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. نعم، الحديث الثالث: قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله عنه بهذه القصة، قال فيه: فانطلق بأبي سعيد فشهد له فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. ولكن سلم في نسخة تسلم، ولكن تسلم، ولكن سلم أو ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن. طيب، الحديث سكت عنه المنذر، ايش قال عليه؟ قال: اسناده صحيح، ابن جريج صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، واخرجه البخاري ومسلم من طرق عن ابن جريج بهذا الاسناد دون قوله: ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. نعم، اصل الحديث الصحيح، وفيه انه يستأذن ثلاثة ثم ينصرف. الحديث السابق حديث أبي موسى قال أنه استأذن ثلاثا، قال: استأذن أبو موسى، ثم قال: استأذن الأشعري، ثم استأذن عبد الله بن قيس. مرة ذكر الكنية، مرة ذكر اللقب، مرة ذكر الاسم. فإذا الحديث يدل على مشروعية الاستئذان ثلاثا ثم ينصرف. قولوا ألهاني يعني أشغلني وأغفلني الصفق والأسواق، إلى التجارة والمعاملة في الأسواق. يقول في القاموس: صفق يده بالبيعة وعلى يده صفقا ضرب يده على يده، ذلك عند وجوب الجيع والجمع، أو ذلك عند وجوب البيع. والاسم الصفق، قال الإمام تقي الدين تقي العيد. وهذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول: لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك لما خفي على كابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز. صحيح. من ذلك أبو بكر رضي الله عنه خفي عنه ميراث الجدة، لما جاء سيسأل من الجدة قال: لا أعلمك شيئا، وسأسأل وسأل الناس فأخبروه. نعم، قد يخفى، قد تخفى المسألة على العالم الكبير ويعلمها من هو أقل منه. قوله: ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، ولعله قال تفريحا لقلبه كما قيل. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة، قال: فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. نعم، هذا الحديث أنا سكت عن المنذري، وهو أصل في الصحيحين كما سبق. إيش قال عليه؟ قال: إسناده قوي، عبد القاهر بن شعيب لا بأس به، وأخرج هذه الزيادة ابن حبان. عبد القاهر بن شعيب. نعم، لا بأس به. وأخرج هذه الزيادة ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن أبي موسى، وإسنادها صحيح. يا زياد، إني لم أتهمك، أي بالكذب على رسول الله، ولكن الحديث رسول شديد، يعني خاف عمر رضي الله عنه مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، كما يفعله المبتدعون والكذابون. وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى، فطلب منه بينة للتثبت لا للشك في روايته والاتهام به. نعم، أحسن الله إليكم. قال المنذري في الحديث السابق: قال بعضهم: الاستئذان مشروع، وقد جاء الحديث بكونه ثلاثة، وذكر خلافا في أنه إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد، فقيل لا يزيد أخذا بظاهر الحديث، وقيل له أن يزيد لأن التكرير المذكور في الحديث قد يكون المراد به الاستظهار في الإعلام. استظهار؟ نعم، الاستظهار في الإعلام. نعم، فإذا ظن أنه لم يعلم به فله الزيادة،
وقيل هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام، فأما إذا كان بأن يستدعي رجلا باسمه. وقيل هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السلام، فأما إذا كان بأن يستدعي رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث. وقد تعلق من رد خبر الواحد بقول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. وهذا خطأ، فقد قال عمر: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حديث بعد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث السابق أصول الصحيحين، ولكن خشيت أن يتقول الناس يعني يكذبوا، قالوا تقول عليه أي كذب عليه. وحين سكت عن المنذري وأصف الصحيح مش كان عليه. قال: هو في الموطأ. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: حديث ربيعة منقطع يتصل من وجوه حسان. هنا فين القطاع هنا؟ إنه لم يدرك ربيعة. نعم. إن ربيعة لم يدرك عمر. طيب حديث اللي بعده. حسن الله عليكم. قال: حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى المعنى قال. حدثنا هشام أبو مروان. عندنا قلنا محمد المثنى وهشام مروان. ما عندك مقرون؟ نعم، تقديم وتأخير. ها؟ عندي: حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى. طيب لا بأس. المعنى قال: محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول. إيش المعنى؟ المعنى قال: محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل. ولا بغسل؟ أنت وضع الشكل مضبوط بشكل. غسل بالكسر. نعم. ما يعمل من الخط. نعم. فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل، أمر له بغسل يعني وما ما يوصل به من الخطمة. نعم. فاغتسل. نعم. فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا، لم يذكرا قيس بن سعد. قال المدني هذا ولا أحد اللي بعده أتكلم عليه المدني. إيش قال عليه؟
المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. نعم. أخرجه النسائي مسندا ومرسلا. مش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لانقطاعه. محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة لم يثبت له سماع من قيس بن سعد. محمد بن عبد الرحمن أسعد بن زرارة لم يثبت له سماع من قيس بن سعد. نعم. قال المزي الصحيح أن بينهما رجلا، وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه محمد بن شرحبيل وهو مجهول. وقال البخاري في التاريخ الكبير لم يصح إسناده. وقال البخاري في التاريخ الكبير لم يصح إسناده، يعني ذكر الحديث هذا في التاريخ الكبير. نعم نعم هذا ظهر. نعم التاريخ الكبير يذكر الحديث ولا يذكر الأسانيد فقط؟ ها؟ نعم يترجم للرواة ويذكر يترجم للرواة ويذكر بعض أحاديثهم. حسن الله عليك. قال وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن المثنى بهذا الإسناد، إلا أنه قال فيه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكلاهما قد قيل في اسم جده سعد وأسعد. وأخرجه مختصرا ابن ماجه والنسائي وهو في مسند أحمد، وانظر تتمة كلامنا عليه فيه. وقد صحت قصة سعد بن عبادة من حديث أنس بسياق آخر غير هذا في مسند أحمد. قال الحديث ضعيف الأول قال؟ نعم قال إسناده ضعيف لانقطاعه. وصحت القصة قصة سعد بن عبادة. لا السعفران ممنوع يعني المحرم، لكن ما هو محرم إذا كان خالص يعني. ها؟ إذا كان الصبغة خالصة يعني الزعفران، الزعفران نوع من الطيب يمنع منه المحرم، والمحرم ما يمنع. جاء ما يدل على النهي عن الزعفر، نسافر الرجل مرة جامد على نسافر الرجل، وأن هذا وكذلك يلبس المعصفر، قال هذا من خصائص النساء. نعم مش بعد عندك. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان في قوله بغسل أو غسل، قال قيل الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به، والغسل بالكسر اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. نعم. وهو هنا بضم الغين، وهو الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل، بدليل رواية ابن ماجة. وهو هنا إيش؟ وهو هنا بضم الغين، وهو الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل، بدليل رواية ابن ماجه عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل. الشارع عندنا ضبط بالكسر ما يغسل به من الخطم وغيره، فاغتسل الرسول ثم ناوله أعطاه ضمير بن سعد ملحفة بالكسر. جمعه ملاحف، قد وطأ الموضع يجعله وطيئا سهلا لين، تقديره عليه حما، قد وطأ عليه حما مات رب له حما، قد وطأ من وطأ الموضع يجعله وطيئا سهلا لين، وفي وطأ محذوف عليه. بقطيفة، القطيفة الآلة وهي الباء التي قالها باء الاستعانة كما في كتبت بالقلم، والقطيفة الدثار المخمل قالوا بالفارسية، لو كان في لسان العرب وطأ الشيء سهله، ولا تقول وطيت وتقول وطأت لك الأمر إذا هيأته، وطأت لك الفراش، وطأت لك المجلس توطيعه، والوطيء من كل شيء ما سهل. مسكونه ولان حتى أنهم يقولون رجل وطيء ودابة وطيئة بينة وطاعة. وحصل أن سعد رضي الله عنه جعل موضع
ركوبه صلى الله عليه وسلم على الحمار سهلا لينا بواسطة قطيفة يبسط له صلى الله عليه وسلم القطيفة على ظهر الحمار فصار ظهره سهلا لينا. قال هشام أبو مروان عن محمد يعني قال بلفظ عن قال هشام أبو مروان عن محمد قال أبو هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن يقول أي قال بلفظ عن محمد. نعم السهر الفوري حسن الله إليك له كلام على الملحفة المصبوغة. قال أحسن عليكم ولعل الملحفة المصبوغة لم يبق لها من أثر الزعفران ما يفوح ويمكن أن تكون القصة قبل التحريم. قال في الحاشية تقدم في كتاب اللباس أنه لا يجوز للرجال دون النساء الزعفران. نعم حسن في خلاف في حينها أن الزعفر الرجل مصبوغ بالزعفران. الحديث ضعيف من أجل انقطاع والمثل نعم فيها أنه أتى بهذه الملحفة ولكن يمكن تأويله كما قال الشاعر لم يقالها إلا أثر قليل. قال هشام بن مروان عن محمد بن ابراهيم قال رواه عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي وذكر قيس بن سعد. طيب ما في اشكال هنا. وش الزياده عن الحديث السابقه في الحديث فيها استدان وين الشاهد الاستدان هنا؟ قال سلم ثلاثا قال السلام عليكم ورحمة الله ثم انصرف. نعم كبر علينا على أثناء كبر علينا. نعم في مشروعية الاستدان مع التكبير يكون ثلاثا مع التكبير. نعم السلام عليكم. قال ابن رسلان وفي هذا الحديث دلالة على فضيلة سعد بن عبادة رضي الله عنه وكرم شمائله. على فضيلة سعد بن عبادة وكرم شمائله لأنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإكرام كما تقدم بعضها. لأنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإكرام كما تقدم بعضها فإنه كان أجود الأوس والخزرج وكان منهم أربعة يطعمون الطعام في بيت واحد قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. قال ابن عمر لما مر على أطم سعد لقد كان ينادي مناديه من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم. فليأتي دار دليم جلي دليم بالدال دليم. نعم فمات دليم فنادى منادي عبادة مثل ذلك ثم مات عبادة فنادى منادي سعد مثل ذلك ثم رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك. فيه أنه دعا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. طيب نعم قلتم الله سليك في شرحكم على مسلم وفيه أن النهي عن لبس المزعفر وهو ما فيه زعفران والنهي عن المعصفر إنما هو للمحرم. نعم يا المسلم فيها خلاف فيها خلاف صعب أنه قول أنه منهي عن المزعفر وأنه من خصائص النساء أما المعصر الأحمر الخالص هو من خصائص النساء جاء النهي عن المزعفر. ها الزعفران لبس المصبوغ الزعفران قال لا يجوز للرجال. من هو الشيخ بن باز رحمه الله؟ ما ادري والله في كلام له وينه فيه في الموقع. ها في موقع الشيخ رحمه الله. ثاني شفته وشوف ذكر التعليل ولا ما ذكر نعم
الشرح بخاري شرحكم على مسلم الحصيليك في باب نهي الرجل عن التزعفر. نعم. وساق مسلم بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. نعم. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. وبإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قلت محصل عليك في هذا الحديث النهي عن التزعفر للرجال وتزعفر الرجل وتزعفر الرجل يعني لبس الثوب المزعفر، والثوب المزعفر هو المصبوغ بالزعفران. والقاعدة أن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف يصرفه. واختلف العلماء في التزعفر للرجل، فمن العلماء التزعفر ليش؟ واختلف العلماء في التزعفر للرجل، فمن العلماء من حمل النهي على ظاهره وقال إن النهي للتحريم، ومنهم من حمل النهي على تنزيه، ومنهم من قال يحمل النهي على ما إذا كان الصبغ قبل النسج والجواز على ما إذا كان الصبغ بعد النسج، ومنهم من حمل هذا الحديث على المحرم وقال إن النهي محمول على المحرم لأن الزعفران نوع من الطيب. وليوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. إذنك في أربعة أقوال. ومنهم من قال حكمه حكم المعصفر وهو الثوب المصبوغ بالعصفر، وقد سبق الكلام فيه. يعني إلى خاصم النساء، وقيل التحريم، وقيل التنزيه، وقيل العبرة بالصبغ، صبغ قبل النسج وبعد النسج. النووي أحسن الله إليه قال وما ذاك إلا للونه لا لريحه، لأن ريح الطيب للرجال محبوب، يعني علة النهي في الصبغة يعني. طيب بعد. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. قال المنذري في سادة بقية من الوليد في سادة بقية من الوليد فيه مقال، وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، ولبسر أيضا صحبة. في سادة بقية من الوليد إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، هذا صحيح، ولكن ويقول السلام عليكم السلام عليكم، المعنى الصحيح ما قال له شواهد. قال حديث صحيح بقية وهو ابن الوليد قد صرح بالتحديث، وقد روي الحديث من طريقين آخرين حسنين. إذا الحديث هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل الباب ويكون عن يمينه عن يساره، وكان أيضا يقول السلام عليكم السلام، فيشرع الإنسان أن يسلم أولا، كما في حديث أبي موسى السلام عليكم أدخل، السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، السلام عليكم هذا الأشعري، قدم السلام على السلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب الرجل يستأذن بالدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وسنن ماجه حديث صحيح. باب الرجل يستأذن بالدق يعني يدق، ما يتكلم، يدق الباب. قوله في دين أبيه في قضية دين أبيه ومن جهده، فإن أباه عبد الله من حرم الأنصاري استشهد في غزوة أحد فترك دينا كثيرا وتشدد عليه غرماءه، فأتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أن يذهب فبيدر كل ثمر على ناحية، ففعل فبقيت البيادر كلها بعد أداء الدين كما كانت. قصة مذكورة في صحيح البخاري. قال فدققت الباب يعني ضربته بيدي للاستئذان، قال من هذا؟ هذا الذي يدق الباب. قال أنا كأنه كرهه. قوله أنا في جواب من هذا يعني
قوله ايش؟ قوله انا في جوابي من هذا؟ لان كلمه انا بيان عند المشاهده لا عند الغيبه. قال النووي انما كره لانه لم يحصل بقوله انا فائده تزيل الابهام، فينبغي ان يقول فلان باسمه، او وان قال انا فلان فلا باس، كما قالت ام هانئ حين استاذنت فقال النبي من هذا؟ فقالت انا ام هانئ. ولا باس ان يصف نفسه بما يعرف به اذا لم يكن عنده بد، لم يكن لهم بد، وان كانت صوره لها فيها تبجيل وتعظيم، يعني يكني نفسها ويقول انا المفتي فلان او القاضي او الشيخ انتهى. ايش كان كلام الشارع هذا؟ لا باس ان يصف نفسه بما يعرف به اذا لم يكن عنده بد، وإن كانت صورة له فيها تبجيل وتعظيم، يعني يكفي نفسه، أو يقول بأن يكني نفسه، أو يقول أنا مفتي فلان أو القاضي أو الشيخ. طيب إيش قال في كلام عليه؟ نقل كلام الخطابي في شرح البخاري. قال قوله أنا قال الخطابي في أعلام الحديث، قوله أنا في أعلام الحديث، أعلام الحديث باللام، نعم حسنا. قوله أنا لا يتضمن الجواب عما سأل ولا يفيد العلم بما استعلم، وكان الجواب أن يقول أنا جابر ليقع بتعريف الاسم تعيين الشخص الذي وقعت المسألة عنه، فلما قال أنا لم يزد عليه، صار كأنه تعرف إلى نفسه فاستقصره عليه، فكان ذلك معنى الكراهة. وقال السندي في حاشيته على المسند كرره تأكيدا، وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفا، وإنما كرهه لأن السؤال لاستكشاف ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد أنا إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت، لكن ذاك مخصوص بأهل البيت ولا يعم غيرهم عادة. إيش على السطرين؟ ثلاث سطر. قال ولا يحصل ذلك بمجرد، وإنما كرهه لأن السؤال للاستكشاف ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد أنا إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. صحيح، قال أنا ما يعني كله يقولها لا تفيد التعريف، يقول أنا فلان، إما يقول فلان أو يقول أنا فلان، مثل جابر لو قيل قال أنا جابر. يحصل يكون صوته يشبه أحد من أهل البيت، فتفتح له مثلا امرأة يعني ظن منها أنه قريب لها وكذا، يحصل هذا؟ لا، بس أنا غير مفهمة، ليس الآن تفتح كلمة أنا حتى تأكد. نعم. إذا عرف لا بس. نعم يعرف الصوت لا بس. نعم. باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ إيش؟ باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ لا، عندنا باب الرجل يستأذن بالدق أو بالدق. باب الرجل، هذا قرأناه، باب الرجل يستأذن بالدق، بعده باب الرجل يدق الباب ولا يسلم. لا ما قرأناه، هذا ما قرأناه. باب الرجل يستأذن بالدق، هذا ما قرأناه. هذا حديث أنا كأنه هذا الحديث الآن. نعم. طيب انتهينا منه. طيب الباب اللي بعده، باب دق الباب عند الاستأذان نفسه، الدق ما بعدنا عن الدق. نعم. باب دق الباب عند الاستئذان. دق الباب هناك. نعم، عندي في النسخة بدل هذا التبويب باب الرجل يدق الباب ولا يسلم. طيب الحديث واحد. نعم، حديث يحيى بن أيوب، حديث نافع عن نافع بن عبد الحارث. طيب باب دق الباب عند الاستئذان. نعم. الأول الرجل يستأذن بالدق، نفس الشيء. في فرق بينه يستأذن بالدق أو يدق الباب؟ لا، كأن الأولى يجعل الدق هو الاستئذان، وهذا يدق الباب
ثم يستأذن، والأول يجعل الدق هو الاستئذان. نعم. عندي أثبت باب الرجل يدق الباب ولا يسلم، قال في الحاشية هذا التبويب أثبتناه من نسختين وهو في روايتي ابن العبد وابن داسة. طيب. السلام عليكم. قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدق الباب قال فيه فدق الباب يعني موسى قال فيه فدق الباب حتى دخلت حائطا يا بستان قال النبي صلى بعد ما دخلت في البستان أمسك الباب أمسك الباب يعني يقول من داخل البستان ولا تفتحه يعني إلا بإذن فضرب الباب بصيغة المجهول ويرفع الباب وبرفع الباب أي ضرب الباب ودقه واحد من خارج البستان. طيب قلت من هذا يضرب الباب وساق نافع بن عبد الحارث الحديث بتمامه قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري قال فيه فدق الباب. طيب وش إشكال هذه عندك؟ أحسن الله إليكم. قال حديث صحيح أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف لم يذكر له سماعا من نافع بن عبد الحارث. إيش أبو سلمة؟ أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف لم يذكر له سماعا من نافع بن عبد الحارث ومحمد وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. لم يذكر له سماعا من نافع بن عبد الحارث ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقد وهم فيه وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد والصواب ما رواه أبو الزنادي وهو عبد الله بن ذكوان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى عن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى نافع الأشعري بن عبد قدم نافع عن نافع بن عبد الرحمن ولا جده لا كان ابنه عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث نعم قال وتابع عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى أبو عثمان النهدي عند البخاري ومسلم وسعيد بن مسيب عند البخاري ومسلم تابع من؟ تابع عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى أبو عثمان النهدي عند البخاري ومسلم وسعيد بن مسيب عند البخاري ومسلم طيب قال حافظ المسيب في الأطراف شوف كلام حافظ قال حافظ المسيب في الأطراف حديث نافع بن عبد الحارث الخزاعي خرج قال الحافظ المزي في الأطراف حديث نافع بن عبد الحارث الخزاعي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن يحيى بن أيوب وأخرجه النسائي في المناقب أي في سننه الكبرى عن علي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث ورواه أبو الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري انتهى كلامه قلت حديث أبي موسى الأشعري الذي أشار إليه المؤلف هو ما أخرجه مسلم في فضائل عثمان رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا
قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال أذن له وبشره بالجنة. فذكر الحديث بطوله. وفي رواية له من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة. قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. فقال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح. فذكر الحديث. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب. قال في رواية سلام الطريق أبي عثمان النهدي ثلاثة هذه؟ نعم. في رواية من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله في حائط من حوائط المدينة ومتكئ يركز بعود مع بين الماء والطين إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة. قال فإذا أبو بكر فتح وبشرته بالجنة. فقال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح. فذكر الحديث. في رواية الله أن رسول الله دخل حائطا وأمر أن أحفظ الحائط. قال المنذر وأخرجه النسائي. طيب الحديث الشاهد من الحديث أنه إيش دق الباب عند الاستئذان. قال فضرب الباب فقال ما إلى أحد، يعني كان الباب ضرب مرات. طيب من الحديث صحيح لا بأس منه وأصله الصحيحين. إذن لا بأس بدق الباب عند الاستئذان ولا بأس بجعل نفس الدق هو الاستئذان كما دل على الحديث الأول. الحديث الأول في قصة جابر قال فدققت الباب فقال من هذا ولم ينكر عليه فقلت أنا، إنما أنكر عليه كلمة أنا. والحديث الثاني قال فدق الباب فلا بأس به، هذا يعني من فقه أبي داود رحمه الله، تراجم من فقه، يعني تراجم فقه كالبخاري رحمه الله. فمن فقه هذه الترجمة الأولى أنه يستأذن بالدق، يجعل دق الباب هو الاستئذان كما دل عليه حديث جابر. ومن فقه الترجمة الثانية أن يدق الباب قبل الاستئذان ثم يستأذن كما في الحديث نافع بن عبد الرحمن أنه إيش ضرب الباب ثلاث مرات وقيل فلان قال استأذن فلان. واضح؟ طيب بعد أحسن الله إليكم. باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. باب في الرجل يدعى يكون ذلك إذنه. ويصح أن يكون ذلك إذنه، سر ذلك خبر مقدم وإذن اسمها مؤخر، يكون ذلك إذنه أو إذنه. إنما قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. هذه سكت عن المدير إشكال على عندي. حسن الله عليكم. قال إسناده صحيح. قال في فتح الودود أي لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسوله.
نعم لو استأذن احتياطا كان حسنا، سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إلى أصحاب فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا. وقد أرسل إلى أبي هريرة، أبا هريرة إلى أصحاب، لعل سقطت الصفة، إلى أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا. إذا دعا الرجل الرجل ثم وصلوا إلى الباب فلا استعجل استئذان، وإذا استأذن فهو أكمل. قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني بمنزلة إذن له في الدخول. كان في فتح الودود عن من نقلها الشارح، قال لا يحتاج للاستئذان إذا جاء مع رسوله. نعم لو استأذن حيطان كان حسنا، سيما إذا كان مخصوصا بالرجال، ودرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا. هذا عنده نفس أنت كلام قالت كلام الشارح ولا غير؟ نقله عن فتح الودود نفس الشيء، حاشية شعيب كذلك هنا نفسه. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو داود يقال إن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، فيكون منقطع. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من رفع كذا، عندك هذا؟ قال أبو علي عندي فقد قال أبو داود لا بعده، قال بعدها قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رفع، يكون منقطع يعني. قال المنذر وقال البخاري قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال هو إذنه، وذكره البخاري تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. تعقب من؟ نعم أحسن الله إليكم. قال في قال أبي رافع عن أبي رافع قال هو إذنه، قال سعيد عن قتادة. طب تعقف البخاري الآن، وذكره البخاري في هذا الباب في حديث مجاهد عن أبي رافع قال دخلت مع رسول الله فوجدت لبنا في قدح، قال أبو هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلي، فأتتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. قال المهلب إذا دعي يعني ذهب فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فشهد منها. قال المهلب إذا دعي وأتى مجيبا للدعوة ولم تتراخى المدة فهذا دعاء وإذنه، وإن دعي فأتى في غير حين الدعاء فإنه استأذن. وكذلك إذا دعي إلى موضع لم يعلم أن به أحدا مأذونا له في الدخول، إذا دعي إلى موضع لم يعلم أن به أحدا مأذونا له في الدخول لا يدخل حتى يستأذن، فإن كان فيه أحد مأذون له فدعي قبله فلا بأس أن يدخل بالدعوة، وإن تراخت الدعوة وكان بين ذلك زمن يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتعدى لبعض شأنه أو ينصرف أهل داره فلا يغتاب بالدعوة على الدخول حتى يستأذن. ما سأله فقول شان لعله فلا يعبأ بالدعوة على الدخول حتى يستأذنك. حديث مجاهد عن أبي هريرة هذا وجهته في الحديث والله أعلم. كلام منذر كل هذا كلام منذر. إيش تعوين تعقب الحافظة؟ قال أحسن الله عليكم إسناد، قال تخريجه إسناده صحيح، وإعلال أبي داود الحديث بأن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي لم يسمع من أبي رافع وهو نفيع بن رافع الصائغ،
قد تعقبه الحافظ في الفتح فقال كذا قال، وقد ثبت سماعه منه عند البخاري، وللحديث مع ذلك متابع وهو اسناده صحيح. وإعلال أبي داود الحديث بأن قتادة لم يسمع من أبي رافع قد تعقبه الحافظ في الفتح فقال كذا قال، وقد ثبت سماعه منه عند البخاري، وللحديث مع ذلك متابع وهو الحديث الذي قبله عند المصنف. وقال في تهذيب التهذيب كأنه أي أبا داود يعني حديثا مخصوصا، وإلا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع منه، وكذلك قال في تغليق التعليق. يعني كان حديثا مخصوص ما سمع منه، الحديث الذي قبله يشهد له كأنه أحسن عليكم. هنا يقول أن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. نعم. طيب الحديث الذي قبله يشهد له، ما هو الحديث الذي قبله؟ الذي قبله في دقة الباب عند الاستئذان، رسول نعم رسول الرجل إلى الرجل إذنه، قال إسناده صحيح. الذي قبله رسول الرجل، ما قال أحسن عليكم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في الأدب المفرد عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا دعي الرجل فقد أذن له. إيش أخي وأخرج 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 ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في الأدب المفرد عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا دعي الرجل فقد أذن له، وهذا سند صحيح موقوفا. وقد يعارضه ما أخرجه البخاري من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر إلحق أهل الصفة فادعهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. قال الشاهد استأذن. قال البيهقي في الكبرى بإثر الحديث وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب، وله وجوه أخرى في الجمع ذكرها الحافظ في الفتح. طيب كيف يقول أبو داود قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا والبخاري ثبت سماعه؟ أبو داود عمم، قال أبو قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. طيب كيف تعقب البخاري؟ كيف أبو داود عمم مع أن البخاري أثبت سماعه؟ أبو داود تبع الإمام أحمد، قال لم يسمع شيئا. قال وين في كلمة الإمام أحمد؟ في مراسيل لابن أبي حاتم، وحكاه عنه ابن رجب في شرح علة الترمذي، وقال نقله عنه الأثرم. نقله عنه الأثرم، نقل الأثرم عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد رسول الله قتادة لم يسمع من أبي رافع، ولعل قال نعم قال في المحقق سنة أبي داود، قال المحقق شرح ابن رسلان. وسند الإمام أحمد في قوله ذلك إلى قول شعبة، كما روى عبد الله بن الإمام في العلل وابن أبي حاتم في المراسيل، وزاد من قول أحمد أدخل بينه وبين أبي رافع خلاس والحسن. ثم تعقبه ونحسن لك ذكر نقل قول ابن حجر في فتح الباري ورده على أبي داود بأن قتادة لم يسمع من أبي رافع، وساق حديث البخاري الله يحسن لك في كتاب التوحيد وفيه مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث قتادة أن أبا رافع حدثه، ففيه تصريح بسماع قتادة من أبي رافع. طيب كيف يعني خفي هذا على أبي داود؟ خفي عليه. هذا الحديث في هذا الباب لا، وقال لم يسمع شيئا ذكر في سياق النهي قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا، وقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم مطلقة. نعم
نفسك، خفي على من هو أجل منه. نعم، قال الهاني الصف الأسواق. إذن الحديث صحيح، وأما على يعني كلام المؤلف يكون منقطع ضعيف. الصور صحيح. أحسن الله عليكم. طيب، إذن الحديث إذا فيه إذا دعى إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذنه على ما جاء في الحديث. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. باب الاستئذان في العورات الثلاث. الله يذكر في نسخة قال قتادة لم يسمع من أبي رافع من دون شيئا. إيه، لا في موضعين هو قال. قال أبو علي اللؤلؤي بعد سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. كان أبو علي اللؤلؤي نفى كلمة شيئا. قال أبو داود يقال، شوف أيش انتبه الآن. قال أبو داود يقال قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. كلمة يقال هذه تطاع، إذن العثر على من قال له، ليس لها أبي داود. ثم قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع ولم يقل شيئا. فالأولى يقال قتادة لم يسمع شيئا، عنده شك ما عنده تأكيد. والثانية قال قتادة لم يسمع من أبي رافع ولم يقل شيئا، ما عمم على خف يعني على هذا الوضع على أبي داود في هذا. نعم، أحسن الله عليكم. باب الاستئذان في العورات الثلاث. نعم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وأحمد بن عبدة وهذا حديثه. قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. يا سائل عورة ثلاث عورات ليس لكم عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض. العورات الثلاث ذكر في آية النور. ثلاث عورات ليس لكم عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض. من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه العورات الثلاث. نعم، باب الاستئذان في العورات الثلاث. نعم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وأحمد بن عبدة وهذا حديثه. قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس. يعني هنا الرواية الأولى رواية عبيد الله بن أبي يزيد، وهذه رواية عطاء. نعم، الحديث سكت عنه مدير إشكال. قال رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق سفيان بهذا الإسناد بلفظ آية لم يؤمن بها أكثر الناس. سعيد، رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق سفيان بهذا الإسناد بلفظ آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني آمر هذه جارية له قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي. وقوله لم يؤمن بها أكثر الناس أنهم لا يعملون بها، فكأنهم لا يؤمنون بها، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أولا ذلك ثم رجع عنه كما سيأتي عنه في الحديث الآتي. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أولا ذلك ثم رجع عنه كما سيأتي عنه في الحديث الآتي.
رجع عن أي شيء؟ على وجوب الاستئذان. رجع عن القول بأنهم لم يؤمنوا. رجع عن القول بأنهم لم يؤمنوا. يؤمن بها. وبعد ذلك قال غلب الشيطان على الناس. غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات. غلب الشيطان. موجود في شرح الأحسريك. غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا السادس لا بأس به. ها؟ إيش قال؟ ها؟ طيب اقرأ شوف الشرح. نعم. حسن الله عليكم. قوله حدثنا ابن السرحي هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح بمهملات الثانية ساكنة المصري. حا وحدثنا ابن صباح ابن الصباح بن سفيان الجرجرائي التاجر صدوق وابن عبده أبو عبد الله البصري وثقه النسائي وأبو حاتم فكلهم أي ابن السرح وابن الصباح وابن عبده يروون عن ابن عيينة وهذا حديثه أي حديث ابن عبده. قوله لم يؤمن بها أكثر الناس المراد من الضمير المجرور في بها آية الإذن وفي بعض النسخ لم يؤمر مكان لم يؤمن وهو غير ظاهر. ولفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه لجارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي انتهى. قوله آية الإذن بالجر لأنه آية الإذن بالجر لأنه بيان وتفسير للضمير المجرور في بها أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي آية الإذن أو بالنصب بتقدير أعني. والمراد بآية الإذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. قال في فتح الودود والمراد أنهم لا يعملون بها فكأنهم لا يؤمنون بها وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولا ذلك ثم رجع عنه إلى ما سيجيء عنه في الحديث الآتي والله تعالى أعلم انتهى. الحديث صحيح. نعم ما لا يعملون بها ما لا يؤمنون بها أي لا يعملون بها فكأنهم لا يؤمنون بها يعني نزل منزلة عدم العمل منزلة عدم الإيمان. طيب الحديث البعدي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القعنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل أو الرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. حديثه عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. قال في الحاشية جاء في هامش نسخة ما نصه حديث عبيد الله وعطاء يفسر هذا الحديث. فسره. نعم. قال والمثبت من النسخة التي شرح عليها العظيم أبادي وذكر أن كلمة يفسر هنا من بعض النسخ وأنه لا يظهر معناها. وذكرهما أحداهما بين قوسين يفسر هذا الحديث عبيد الله وعطاء. وين حديث عبد الله وعطاء؟ هو هذا الحديث عبد الله هو الأول في الباب الأول وعطاء الذي أشار إليه في إثر الحديث الأول. إنه لم يؤمن بأكثر يفسر كيف تفسيرها صح هذا الرداء قال عبد الله وعطاء والأول حديث عبد الله كيف يفسره وما وجه تفسيره يعني يفسره يعني
إلا حديث عبيد الله وإذا أعطى قبل أن تجد السسور، وهذا الحديث بعد أن وجدت السسور. لكن يعني لكن أحسن إليكم المفسر هو الحديث الثاني لا الأول. ها؟ قال إيش؟ لعلها يفسد. يفسر؟ لا ما يفسد، يفسر. يفسد ما نحش. ما نحش. يقول يفسد هذا الحديث ما يصلح. حتى في أنا كاره الكلمة. يفسر. يعني يجمع بينهما. يجمع بينهما بأن الحديث الأول محمول على قبل وجود الستور. وهذا الحديث محمول على وجود الستور. مثل الحمد لله. وجد الستور وأبواب وإغلق الباب. الكيلون ما يدخل الخادم ولا غيره. وجد السور لما وجدت قبل ما في إلا ستارة من قماش وقد لا يوجد. فيجمع بينهما بأن الحديث الأول محمول على قبل أن توجد الستور، وهذا الحديث بعد أن وجد الستور. يقفل فيفتح الباب مباشرة؟ لا يقفل، يقدر يستطيع ولا ما يستطيع. متوفر كل شيء، متوفر ما بتارك ما يترك. بدأ متوفر يجعل الكيلون يغلقه، والناس هكذا الآن ما يترك ولا يعني. تجد أحد الآن له غرفة يغلقها على أهله وهي غير مغلقة أبدا، ولو قدر أنها في بعض الحين الباب يعني لم يغلق تركها حتى يصلح وانتقل إلى غيرها، أو يعني أو أنه يعني قد ينام بها وحدها وما أشبه ذلك. المقصود أن هذا هو الجمع بينهما. طيب اقرأ تكلم تخريج الحديث. قال رجاله ثقات، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود بهذا الإسناد. رجاله ثقات. قوله ولا حجال جمع حجلة بفتحتين، وهي بيت كالقبة. ولا حجال؟ نعم. قوله ولا حجال جمع حجلة بفتحتين، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب يجعلونها للعروس. قال ابن الجوزي في زاد المسير، وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وممن روي عنه ذلك ابن عباس والقاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي، وحكي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، والأول أصح، لأن معنى هذه الآية وإذا بلغ الأطفال منكم أو من الأحرار الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين هم قبلهم في الوجود، وهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث. نعم شرح ما تتكلم عنه. تكلم أحسن لك. لا تكلم، لكن قال حافظ المنذري تكلم هنا. قال بعضهم هذا لا صح عن ابن عباس، هذا آخر كلامه، وليس فيما يدل على أن عكرمة سمعه من ابن عباس. نعم في هنا عن عكرمة. نعم هو عن عكرمة الحديث الثاني. نعم الثاني والأول. نعم عبيد الله بن أبي يزيد أكرمة، يعني ابن محمد عن عمرو، عن ابن أبي عمرو، عن أكرمة. في غيره الحديث السابق يعني. نعم أحسن السابق عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس. نعم وبعدها كذلك هو تعطى عن ابن عباس. نعم الشارح حملها على أنها. نعم شو كلام مذيق. قال حافظ المدري أو قبلها نشوف ركمة أخرجها ابن أبي حاتم. كل الشرح ممكن نحتاج إلى قراءة. طيب خلي بعد الصلاة إن شاء الله.
وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.